السلام عليكم، اليوم فيديو جديد وروتين جديد. ان شاء الله غادي نشارك معكم الفيديو اللي غادي ندير ديال هذا النهار. انا درت العجين ديال الكيكه لاول مره. انا غادي ندير الكيكه هنايا في المقله العجيبه. انا فايت مشاركه معكم واحد الفيديو الحسو ديال المقله شنو درت فيها. وهنا دابا اول مره غادي ندير الكيكه، انا غادي نشوفها هنايا حداكم كيفاش غتطلع ليا، واش مزيانه ولا لا. هنا درت شويه ديال لي فخويستيش، او درت شويه ديال التمر مقطع، درت شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع، ودرتهم في شويه ديال الفورس هكا وغربلتهم ودرتهم من فوق باش ما يهبطوش ليا يتقلوا ليا على العجينه. صافي، ودرتهم هكا من فوق وغادي نسد عليها. انا اول مره غادي نجربها معاكم. صافي صافي، حطيتها ومهلت عليها البوطه مزيان. من الاحسن هذه المقله العجيبه خصكم تمهلوا عليها البوطه مزيان مزيان. صافي، هنايا دغيا طابت لي بواحد السرعه، طابت لي يعني ما كنتش متوقعها غادي تطلع لي بواحد السرعه. طلعت لي هنا، بينت لكم كيفاش طلعت. هنايا خديت السردين، السردين بغينا نديروه للفطور. خديت نص درتو هنايا، درتو المنصف قلي غنقليه ليه، شرملتو ليه وغنقليه ليه. ونص واحد اخر درتو لينا حنايا باش غادي درتو في المقله العجيبه، درنا بحال هكا غادي يكون طايب بحال مثلا غنديرو في الفران. درتو غير في المقله العجيبه. هنايا شديت هذاك الحوت النص ديالو، درتو المنصف، المنصف ما تيبغيش في الفران، درتو غير في غنقليه ليه. صافي، هنايا ما كنحيد لي انا السنسول وكندير ليه هذه الطريقه، ما كنديرش وحده فوق وحده باش كيجيني كي هكاك مقرمل ومزيان. صافي، كنشرمل فيه بحال هكا، كنحطو وكنشرمل فيه. يجي زوين بحال هكا بالطريقه هذه. ملي كديرو هكا بوحدو من بعد ما كتحيدو السنسول كيجي زوين. صافي، هنايا داك الشرموله اللي بقات ليا كنت مقطعه ديجا الخضره، خيزو كنت درت البطاطا وصافي، وشرملت بيهم هاد الخضيره هذه اللي قطعتها. هذا هو اللي درنا حنا، حنا لينا درناه غنديرو طايب في المقله العجيبه. هنا هادي ديال اللي غتكون فيها، غيكون معاها الحوت. صافي، جبت هاد المول هذا ديال الزاج، تستفت فيه الخضره وكنت باغا نديرو في الفران. صافي، وانا دور ليا في الخواع عاوتاني، كيبان ليا الوقت مشى عليا، مبقاش ليا الوقت، يعني الفران كيشد الوقت والمغرب قريبه تاذن. صافي، شويه عاوتاني حيدتو من هاد المول ديال الزاج وغادي نديرو في المقله العجيبه عاود. ما فيا ما يبقى يحل مع الفران، سد الفران، واصلا الفران كياخذ الوقت فوقاش يسخن وفوقاش يطيب، وتبقى تحل عليه وتبقى تراقب وتشوف هو السخن واش طاب واش لا واش هادي. صافي، دارت ليا في الخوا، وانا مشيت الكيكه سالت ليا من داك المقله، سالت الطياب ديالها. صافي، وانا نقلبها في المقله العجيبه. صافي، هنايا صورت لكم المقله كيفاش انا قلبت داك الكيكه ملي شفتها طابت، قلبتها على الجهه الاخرى. صافي، شفتوا الشكل ديالها النهائي. هنايا بديت كنستف، كي قلت لكم قلبت داك الشيء عاوتاني رجعته هنا في المقله باش تسربي ليا دغيا. صافي، بديت كنستف هذا الشيء هذا، وفريمون والله الا زعما صراحه زعما سربات ليا هي على داك المول ديال الدجاج، طيبت ليا دغيا بما جاء الدن، حتى كان كلشي طايب في هاد المقله هذه. صراحه زوينه 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 بزاف. غير هي واحد النصيحه، ملي تكونوا كطيبوا فيها يعني مهلوا عليها البوطه لاقصى درجه باش ما كت اولا ما كتحرقش ليكم، ثانيا ما كتنشفش من الزيت ديالها ومن داك الماء اللي كيكون فيها. الا جهدتوا عليها البوطه دغيا كتنشف وكتحرق. ملي كتقللوا عليها البوطه يعني كتبقى غاديه بحال الشكل ديال الطاجين، ديال الطاجين بحال داك الشكل تماما. كتمهلوا البوطه وكتخليها كطبع لها خطر خطره.
صافي هنايا بديت كنست في الخضره ديالي، استفدت الفلفله حمراء الفلفله خضراء من الفوق، درت دي طرونش ديال الحامض، درت دوك المزيودات حتى هما زوقت بهم من الفوق صافي، ودرت داك المريقه اللي بقات هكا من السردين حتى هي درتها من الفوق. ومفعل الشرموله ديال الحوت راكم عارفين، هاد الثومه الربيع الفلفله حمراء الكمون الزيت هادشي راه معروف. صافي هنا خديت الحوت من بعد ما شرملت هذا ديال المنصف، خديته باش غنبدا نديرو في غنبقى نقليه. صافي هنايا هنايا كنديرو في الفورس باش غادي نقليه، كل وحده كنديرها بوحدها بداك الطريقه اللي قلت لكم، ما كنديرش انا ما كنديرش وحده فوق وحده، كنديرهم بهذه الطريقه هذه. صافي بقيت حتى ساليت كله. هات لي في الاول سكسو، هات لي في الاول سكسو، ولا تخلي حد يمسو. صافي كنبقى نمرمدو بحال هكا في الطحين وحده مور وحده حتى كنسالي كله. صافي وكندير الزيت كيسخن وكنبدا نقلي فيه. هنايا حليت على المقله باش نشوفها فين غاديه، لقيتها هي ديال غاديه، راها غاديه كطيب غير كي قلت لكم نقصوا عليها لانها دغيا كتشرب المرقه، دغيا كتشرب المرقه، ولا بقيتو مجهدين عليها كتحرق وما غطيب لكم حتى شي حاجه. راها الطياب ديالها راه بحالها بحال الشكل ديال الطاجين، الا بغيتي تكون معكم مزيانه وتدي معكم وقت طويل. صافي هنايا درت عاوتاني كنقلي داك الحوت ديال المنصف بوحدو، هو ما كيعجبوش كيعجبوش هو اصلا في الفران نهائيا، وما كيعجبوش الطاجين، كيبغيه هو هكا في المقله مقلي. صافي درت وليت كنقلي فيه بحال هكا. اللي اول مره يشاهد القناه ديالي ما ينساش يدير اشتراك ودير تعليق ودير لي جيم، هذا روتين ديال كل نهار شاركته معاكم. صافي هنايا بديت كنقلي في الحوت، وانا راني مدروكه والمغرب قريبة تأذن. كنت خاصني نحط الحوت يكون باقي سخون. المقروط الباهي ورست القاضي كعب غزال والكحات. هنايا من بعد ما طابت هذيك الكيكه هي اللي خديتها، درت عليها هذا صوص الشوكولا من الفوق بهذه الطريقه هذه، قطعتها حيت راكم شفتوا الحجم ديالها كتخرج كاريه، انا قطعتها بحال هذا الشكل هكا طولي. صافي بديت كندير لها صوص الشوكولا بحال هكا من الفوق. وما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.